الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف من أتلف وما تناكر منها اختلف. هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بيان أن الناس من حيث الفضل هم مثل المعادن من حيث تفاوت القيمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. ولذلك الفضة درجات والذهب درجات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى أن من كان في الجاهلية وهو من الأخيار وهو من المقدمين وهو من الذين ترفع الرؤوس إليهم، ثم أسلم ودخل في دين الله، فإن الخيرية في واقع الأمر التي تجعله فعلا محل تقدير عند الناس هي في مسألة الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس في واقع الأمر لديهم تقييم للآخرين من خلال جملة من الاعتبارات، فأهل الجاهلية تقديرهم للناس ومعرفتهم لمعادن الناس من خلال مجموعة من الاعتبارات اللي هي في الغالب هي اعتبارات طينية سفلية. لكن بالنسبة للإسلام، معرفة الناس تكون بقدر قربهم من دين الله سبحانه وتعالى وبقدر فقههم في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم، الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحا أيضا هي تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بها. فلذلك مثلا تجد شخص يختلف عن آخر، وسبب ذلك هذه الروح المشتركة بينك وبينه: إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف وما تناكر منها كان مختلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجند، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا تلتقي بالرجل للمرة الأولى لكن تجد هناك انسجام وقبول ومحبة له، وشخص قد يكون بينك وبينه علاقة لكن هناك تنافر في الأرواح. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا الحديث، ويستفاد من هذا الحديث، أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة
ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم. وكذلك القول في عكسه، يعني إذا وجد تحبب وتودد إلى شخص لا يمتلك هذه الفضائل، إذن هناك خلل يجب عليه أن يبحث عن سببه. ولذلك هذا الحديث يمثل حديث مهم جدا في مسألة يعني ترشيد العلاقات، في مسألة الحكم على الآخرين، أيضا في مسألة فضل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الخيرية متحققة لمن تفقه في دين الله عز وجل. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة بدر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر. الله يعافيك، الله يعافيك، جزاك الله خير بدر، الله يحفظك. بغيت أسأل الشيخ عزيز الله يطول عمره إن شاء الله يبارك فيك. تفضل. طال عمرك، أنا واحد من الأخوان المتطوعين في جمعة آمنة، يوم الجمعة يعني في المساجد. نعم. زين، فنحن طال عمرك نسير أول الناس تقريبا الساعة 11 أو 11 وربع، نصلي في الصف الأمامي نقرأ القرآن، بس يوم يجون الجماعة يبون يصلون مثلا تجتمع الجماعة، فنحن المتطوعين المفروض نكون عند الباب واقفين خارج المسجد أو المسجد من داخل يعني. نعم صحيح. فهل يكتب لنا أجر المبكرين في الجمعة يعني الصف الأمامي، أجر الصف الأمامي إن شاء الله؟ والسؤال الثاني طال عمرك عن الوسواس، عندنا سواء كان امرأة أو رجل يعني في الصلاة في البسملة يسمي عيد البسملة عدة مرات، التشهد نفس الشيء يعني، ولا حد يصلي قدامه يقدر هو يصلي يعني بروحه ما يقدر يصلي، عرفت؟ في الوضوء نفس الشيء يعني يتوضأ يمكن كل ساعة لين يكمل وضوء، فنبغي نصيحه من فضيله الشيخ جزاكم الله خير. ان شاء الله. جزاك الله خير بدر، الله يبارك فيك، حياك الله. تسمع الجواب الشيخ. نعم، جواب الشيخ سؤال ابو بدر، يقول ان هم انه متطوع في صلاه في يوم الجمعه بتنظيم المصلين عند دخول المسجد والخروج، فيقول فالشيخ انه ياتي في الى المسجد في الصف الاول، يقول اتي مبكرا قبل الاذان، فيقول أجلس في الصف الأول وأقرأ القرآن وأصلي ما تيسر، ثم يقول قبل الصلاة بقليل أقف عند الباب ونظم دخول المصلين، فيقول هل لي أجر، يكتب لي أجر المبكرين؟ الحمد لله، نعم، بالنسبة لك يكتب لك أجر من بكر، والملائكة تقف على أبواب المساجد تكتب اسم الأول فالأول، وكونك تقوم بمثل هذا العمل الذي يرتب وينظم حياة الناس ويكون فيه سعي للمحافظة على يعني حياتهم من خلال التأكيد عليهم بمثل هذه الاحترازات، لا شك بأن هذا عمل جليل، لكن أهم شيء لا تفوتك صلاة الجمعة، هذا أهم شيء، فبالنسبة لك هذا عمل مبارك وطيب. جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عن علاج الوسواس، يقول هناك من الأشخاص من عنده وسواس يعني شديد، ويقول خاصة في الصلاة والطهارة الوضوء، فيأتي إلى الصلاة قد يكبر تكبيرة الإحرام أكثر من مرة، قد لا يستطيع أن يكمل الصلاة إلا أن يعني يرى شخص آخر يصلي أمامه فيتابعه في الوضوء كذلك فالشيخ، فأريد منكم نصيحة. الحمد لله، طبعا بالنسبة للوسواس لا شك بأنه مرض من الأمراض الخطيرة، وهو من تسلط الشيطان على كثير من الصالحين ومن المؤمنين، وذلك ليلبس عليهم إيمانهم ودينهم وصلاتهم وطهارتهم، فالواجب على الإنسان أن لا يسترسل مع هذا الوسواس، وأن لا يطمئن إليه، وأن لا يرتاح معه، وإنما الواجب عليه أن يعالج هذا الوسواس ويداويه، وليس هناك دواء مثل العلم الشرعي القائم على القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ولذلك الواجب على
كل من وقع في الوسواس أن يتقي الله عز وجل وأن يتخلص منه، والخلاص منه يكون في طريقين. الطريق الأول اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في كيفية وضوئه وغسله وصلاته وتيممه وفي حكمه على الأشياء بالنجاسة أو بالطهارة، وهذا متيسر ولله الحمد والمنة. الحالة الثانية أن يكون لديه عزيمة بحيث أنه ينتفض على نفسه وأن لا يبقى في مثل هذا القمقم وأن لا يبقى حبيس مثل هذا الأمر. ولذلك هناك ما يسمى بكسر الحاجز، لأن هناك حاجز بناه الشيطان، وكسر الحاجز سهل، بمعنى أنه الآن إذا كان لا يستطيع أن يكبر إلا أن يرى أحد يكبر قبله يكسر الحاجز ويكبر قبل الناس، يعني قبل أن يكبر من حوله، هذا يسمى كسر الحاجز، وبهذا يستطيع أن يتخلص بحول الله من هذه الوساوس. جزاك الله خير شيخ. معنا أبو شهادة، تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهادة، الله يسلمك، النور والعافية، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يسلمك. سؤالي للشيخ، عندي سؤالين طبعا. السؤال الأول، مثلا شفت شخص في الطريق وعطيته صدقة وما نويت، يعني إن مثلا أقول والله عن روح أبويا وأموات المسلمين، أو أقول والله اللهم اجعله تفريج كربة، خلاص إني نويت بس أعطيها صدقة، يعني ما نويت أي شيء، يعني شو تعتبر هذه؟ يعني خلاص يعني بعد ما أعطيت الصدقة مثلا، هل يجوز إني أنوي ولا قبل؟ إن شاء الله. واضح السؤال؟ واضح بشهد، واضح. السؤال الثاني، صلاة الفجر أنا صار لي تقريبا يعني من بدأ مثل ما تقول موسم البرد، طبعا صلاة الفجر بيكون الجو بارد، ما أقدر أصلي الفجر في المسجد بحكم إني أنا عندي ربو، وعند الفجر بيكون الجو بارد يعني كثير، مرات بيكون مشغلين في المسجد المكيف وايد بضايق. أنا عندي ربو خاصة يعني يوم أقعد الفجر، سبحان الله وايد اللي لازم أحط بخاخ ربو أو شيء وكذا، وقاعد أصلي في البيت يعني ما أعرف. إن شاء الله إن شاء الله شيخ، اسمع إن شاء الله الرد. جزاك الله خير أبو شهد، الله يحفظك، الله يبارك فيك، حياك الله. أبو محمد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي استفسار من فضيلتك. تفضل محمد. أنا عزيز، أنا عم فضيلة الشيخ، أنا بكلمك حاليا وأنا صراحة عم ببكي، لأنه عندي حالة نفسية أنا تعبانة، لما أنا بيدخل فصل الشتاء أنا بتعامل مع طبيب نفسي، أنا عندي نوع من الاكتئاب الشيخ، بيصير عندي زي نوع من يعني بصير بحاول أخبر الله أفكر إنه أقتل نفسي. هذا في يعني وقت البرد يا أخي الفاضل، لما يقتل فقط ها؟ بس يدخل فصل الشتاء يا شيخ، الناس يعني ممكن تستانس بالخير بالمطار بالغيوم، أنا يا شيخ أحس طيب صدر مش قادر، فلا خلي يعني عطينا نصيحة، مش قادر. من قديم معك ولا جديد؟ يعني من فترة. إيه؟ يعني الأمور العادية الحياتية الحمد لله ما في شيء، بس أنا ما بعرف ليش يصير معي هيك دائما. وأنت موظف وتعيش طبيعي مع الناس؟ لا الحمد لله ما عندي مشاكل الحمد لله. إن شاء الله تسمع النصيحة. مش قادر يعني، أنا حاليا أنا تعبان على الآخر يعني، انا الافكار والوساوس. الله يشفيك ويعافيك ابو محمد. الله يشفيك ويعافيك. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله النصيحه. حياك الله. خمر تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك شيخ. الله يبارك. عفوا، عندي سؤال وفي موضوع ايضا. السؤال يا فضيله الشيخ، هو في شخص كبير في السن وهو عنده يعني اموال كان واملاك وما عنده اولاد، قبل لا يتوفى كان زوجته توفت قبله، أوصى بوصية إلى أخيه اللي بعده يعني أنه هو اللي يتكفل توزيع التركة، ونسبة 30% هي للفقراء، وما وصلنا تكون إلى الأهل أو كذا. بعد ما توفى وأخوه اللي بعده ينفذ الوصية، يعني الأشخاص المقربين أو أولاد إخوان الثانيين اللي كانوا في مالهم في التركة صاروا يطلبوا بهذا الثلث اللي هو عمهم الأكبر، وصار يتوزع على الفقراء بحيث أنهم محتاجين أو كذا، فما أعطاهم يعني هم غير محتاجين فعلا، فصارت مشاكل ويعني زعل وكذا، هل حق له أن يعطيهم جزء أو ما يصير يعني؟ إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بشاهد يقول
أنه أعطى صدقة لشخص في الطريق ويقول لم أنوي شيئا، لم أنوي هذه الصدقة عن فلان أو غيره، فيقول فضل الشيخ هل تعتبر لي صدقة؟ وإذا فضل الشيخ يقول بعد أن أتصدق أنوي أن هذه الصدقة تكون لفلان أو عن فلان، هل هذا الأمر جائز؟ الحمد لله، ما دفعته وقع صدقة عنك، ما دفعته وقع صدقة عنك، لأن بعض الناس لديه يعني مبالغة في قضية النية، فيعتقد بأنه إذا جاء الآن ليدفع لفقير أو مسكين لا بد أن يكون هناك استحضار، لا بد أن يكون هناك نطق وشيء من هذا القبيل. لا، أنت أصلا ما دفعت هذا إلا تريد الأجر والثواب، ورأيت هذا الشخص المحتاج الذي هو فقير أو مسكين فدفعت له، هذا الأجر لك. إذا أنت أردت أن تتصدق بصدقة وتنوي ثوابها لميت من أمواتك، صحيح في هذه الحالة هنا لا بد من الاستحضار، لأن الله تعالى هو المطلع على ما في القلوب لأنه علام الغيوب، فهنا تستحضر هذا المعنى بقلبك على أنك تريد من هذه الصدقة أن يكون ثوابها إلى ميتك، أما ما فعلته هذا صدقة، صدقة عن نفسك، بارك الله فيك. ذكر الأخير فضيلة الشيخ أيضا وشهد سأل يقول أنه في الشتاء بسبب البرد لا يذهب إلى صلاة الفجر، يقول صلي في المنزل، لأن يقول مريض بالربو ضيق كثيرا، يقول خاصة يعني خاصة يقول في الصبح في الفجر، فيقول أخذ هذا البخاخ وأصلي في المنزل. الحمد لله، أولا بالنسبة لصلاة الجماعة لا شك بأنها واجبة في القول الراجح على الذكر البالغ، فكل ذكر بالغ فصلاة الجماعة واجبة عليه، والأدلة على ذلك ظاهرة في القرآن والسنة، فالله جل وعلا يقول في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ويقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذه المسألة الأولى، ولذلك واجب على كل ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة، ويستوي في ذلك الفجر مع بقية الصلوات. الأمر الثاني، من كان مريضا أو به أذى مثلا أو يخاف من الذهاب لكون لديه مرض يخشى من المضاعفات فيما لو إذا ذهب، مثل حالة الأخ السائل بارك الله فيه، فإنه معذور ولله الحمد. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، والمشقة تجلب التيسير، يقول الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما دمت يا أخي الفاضل تعاني من الربو، عندك إشكالات في الجهاز التنفسي ولديك أدوية، وفي وقت البرد مثلا يعني يكون هناك يعني بمعنى أنه يحصل عندك تطور في هذه المسألة، ومع وجود زمن كورونا، نحن في زمن كورونا ويخشى عليك، فتصلي الحمد لله في بيتك ولا شيء عليك ولا حرج ولا جناح لأنك معذور. جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. شيخنا الكرام، أنا زرت باكستان وسليت هناك في قمت هناك في كم من أيام عند الوالدة، وسليت في صلاة الحي مسجد الحي. هناك إمام يعني ما عندي شو بقول لك، يعني هو كان كل يوم صباح بعد صلاة الفجر يعني يفسر بعض الآيات القرآن، ولكن كل ما يفسر ينتهي بأصحاب القبور وعبد القادر جيلاني، ويعني كيف إنسان اسأل أشياء من أصحاب الميت أصحاب القبور. والله أنا يعني سمعت هذه الأقوال، ولكن ما دخلت هذا الموضوع عشان ما أبغي يكون فتان هناك، عشان أشخاص جاهلين هناك، بس أنا سليت خلف هذا الإمام، هل صلاتي صحيح؟ كل يوم بعد صلاة الفجر ويفسر بعض آيات القرآن الكريم، وبعدين يعني دخل الموضوع القبور والشرك والعياذ بالله. إن شاء الله.
وبارك الله. جزاك الله خير اخي محمد. تس ما رد فضل الشيخ عبد الله. تفضل. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا تيمم الحجر يتيمم فيه ولا ما يجوز؟ لو تخفض صوت المذياع تتحدث من الهاتف الصوت يتردد. نعم تفضل. تفضل عبد الله. تفضل. نعم تفضل. أسأل عن التيمم الحجر يجوز التيمم فيه ولا ما يجوز هذا مثل ذلك؟ التيمم بالحجر. نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع رتف الشيخ. نعم نجيب الشيخ سؤال أبو محمد يقول عنده مرض نفسي. يقول فضل الشيخ أنه في الشتاء يتعب تعبا شديدا حتى أنه فضل الشيخ يراجع طبيب نفسي. يكون عنده اكتئاب حاد ضيق في الصدر. يفكر يقول يفكر في الانتحار. فيقول فضل الشيخ ما العلاج؟ الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يمن على أخينا بالشفاء، وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن يمنحه القوة وأن يفرغ عليه الصبر. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الفوبيا هذه من فصل الشتاء، هذه مسألة معروفة. هناك نوع من أنواع الرهاب في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، وفيه أنواع مختلفة عند الناس. من جملة ذلك أن بعض الناس لديه رهاب أو فوبيا من الشتاء، يخاف مثلا من الصواعق، يخاف من الرعد، يخاف من المطر، يخاف من الثلج، يخاف أن فصل الشتاء يسبب له الإنفلونزا، يخاف بأنه تنتقل إليه العدوى بسبب يعني ما يعني يكون في فصل الشتاء. وهذا أشياء موجودة. في الواقع أن هذه تختلف من حيث العلاج والتعامل بين المسلم وبين غيره. أغلب الذين يصابون بمثل هذا حقيقة ممن ليس لديهم إيمان، وقد يوجد من المسلمين ومن المؤمنين من يصاب بمثل هذا، ولكن هذا مؤشر على أنه لديه ضعف الإيمان وأيضا عدم اهتمام في قضية مسألة القضاء والقدر. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، من المهم جدا أن تقوي إيمانك، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن الإيمان أن تؤمن بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر عقيدة في واقع الأمر تمنح المسلم شجاعة وشكيمة وقوة يعني متناهية لا يملكها أي مخلوق على وجه الأرض. لماذا؟ لأن المسلم الذي يعتنق هذه العقيدة يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله. استمع إلى هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس لما قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يعني البشرية أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بربك العقيدة هذه إذا استقرت على عرش القلب ماذا يكون يعني حال الإنسان؟ تكون حالة عظيمة، بحيث أنه يتعامل بكل شجاعة وبكل بسالة وبكل ثقة، يكون واثق الخطى واثق الرأي. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك أخي الفاضل لا بد أن تعلم بأن أمر الله إذا جاء والله لا يصده صاد. لو اجتمعت البشرية على أن يصدوا عنك أمرا مما قدره الله عز وجل والله لن يستطيعوا. وإذا أراد الناس أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، والله لو اجتمع من في أقطارها على أن يمنحوك ولو شيء يسير فلن يستطيعوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة،
ولذلك الله عز وجل يقول قل لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل. قال جل وعلا ولو كنتم في بروج مشيدة. ولاحظ قوم إبراهيم حينما اجتمعت تلك الأمة الخبيثة أمة كاملة أرادوا التلذذ بقتل إبراهيم عليه السلام، يعني ما كان بإمكانهم يقتلوه بالسيف يقتلوه كذا، لكن أرادوا أن يشون شيء بالنار، حتى أن المرأة لا تنذر لولدها حطبا لنار إبراهيم إذا شف إذا شفي ولدها. وفعلا لما أرادوا به كيدا جعلهم الله الأسفلين الأخسرين المرذولين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تشوف أخوي الفاضل الآن بعض الناس الآن في مرض كورونا هذا، بعض الناس سبحان الله العظيم في كامل صحته وعافيته ومن أبعد الناس عن كورونا يموت ما في أي مرض، وفي ناس أصيبوا بكورونا والأطباء يقول وادعوا وادعوا صاحبكم هذا وادعوه، وسبحان الله يكتب الله عز وجل له الشفاء. ولذلك خلف الفاضل لابد حقيقة أن تقوي جانب الإيمان بالقدر، بمعنى أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره. الأمر الثاني يعني حاول أنك تنظر إلى من حولك اللي ترى أن الناس يعيشون بطريقة طبيعية وحالة سوية ليس عندهم هذا الشيء، إذن أنت المستثنى. ولأجل هذا لابد للإنسان أن يعمل عقله فيما حوله. أطفال يرون البرق والرعد ويتلذذون ويعني يفرحون وربما يقفزون تحت حبات المطر متلذذين فرحين، يعني ما الذي يعني يجعلك تختلف عنهم وهم أطفال كبار في السن يتمتعون مثل ما ذكرت أنت، يذهبون إلى الأودية يخرجون إلى الأمطار. إذا لابد من كسر الحاجز، في حاجز الآن عندك كسرة مهم جدا وهي مخالفة ما اعتدت عليه. لما تخالف هذا الأمر الذي أنت تعودت عليه، لما تكسر هذا الجدار الذي بني مع مرور الوقت حتى أصبح يعني حاجز بينك وبين هذا الفصل من أيام الله عز وجل، لابد أن يكون لديك الشجاعة وأن تكسر هذا الحاجز لتنطلق في هذا الفضاء الرحب من المتعة والسعادة والفرح والسرور بعيد عن قضية المسألة هذه، يعني مسألة والله البقاء في قمقم هذا الرهاب أو هذه ما يسمونه بالفوبيا. يبقى قضية أخرى وهي قضية التعلق بالله عز وجل. أنت واضح من كلامك رجل مؤمن ورجل ما شاء الله ممن يذكر الله، زد من جرعة ذكر الله، تعلق بالله أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإن للشيطان خطرات وللشيطان مواقف يفرح بمثل هذه الأشياء وهو الذي يغذي مثل هذه الأشياء. فانتفاضك على نفسك وعلى الشيطان كفيل بإذن الله جل وعلا في أنك تعيش حياة سوية بعيدة عن مثل الآن. الشيطان لما استسلمت لمثل هذا الرهاب بدأ الآن يوسوس لك ويملي لك على في قضية الانتحار، وأنت كأنه يريد أن يستعجل لك النار والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من قتل نفسه يقتل أو يؤتى بنفس الأداة اللي قتل فيها نفسه في الدنيا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. تبقى نصيحة ختامية لك، عموما هذه الدنيا أخي الفاضل ليست بدار سعادة دائمة ولا سرور دائم، هذه محل نجعة، هذه محل آلام وأعراض وأمراض وابتلاءات. ولذلك واجب عليك أن تستشعر هذا المعنى لتعلم أنك مبتلى، لأن الابتلاءات بعض الناس يظن أن الابتلاء فقط في فقد حبيب ولا حصول حادث سيارة ولا مرض، لا، هذا نوع من أنواع الابتلاء، هو مرض نفسي. فأنت تقرب إلى الله واعلم بأن هذه الهموم والأحزان اللي عصفت بك كلها أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. هم ما معنى الهم؟ هي العقد النفسية، هي الرهاب، هي الفوبيا، هذه هي الأشياء التي
تعترض حياتك، احتسب الأجر في هذا، واسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وثق بربك وتعلق به سبحانه، خاصة في الأوقات والأحوال التي مظنة الإجابة، مثل حالة السجود بين الأذان والإقامة، في السحر الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة، حالة الانكسار تكون بينك وبين ربك، تذلل وانكسار وانطراح، لأن الله يستحي أن يرى عبده في مثل هذه الحالة فيرد دعاه. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يتولاك وأن يبعد عنك شر الشيطان، إنه خير مسؤول.